في إطار ما يقدمه معهد البحرين للتنمية السياسية من دعم للباحثين وتسليط الضوء على الضمانات القانونية والإطار التشريعي المعمول به في مملكة البحرين والدور الذي يقوم به رجال الأمن في حماية الانتخابات، أصدر المعهد كتابا يتضمن دراسة تحليلية للوضع التشريعي والأمني الراهن بالمملكة بعنوان المواجهة القانونية والأمنية للجرائم الانتخابية. التقرير التالي يستعرض مزيدا من التفاصيل.